السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خواتاتي خوتي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم جيتكم باش نشارك معكم بسيط الصغار. هنا عندي الدجاج اللي قسمته على جوج باش يطيب دغيا. الدجاج بطبيعة الحال اللي مغسول ونقي، مغسول بالماء والملح والحامض وشكنجبير. وهنا عندي العطرية فيها الملح، القرفة، شكنجبير، الزعفران، شعراء، وشوية ديال ملون غذائي. عندي القرفة وشكنجبير والبزار والملح، هادشي اللي عندي في العطرية. هنا هزيت واحد الطنجرة درت فيها داك شوية ديال الزيت، نص كاس الزيت. غادي ندير عليها البصلة ونزيد عليها الدجاج والعطرية، نرد كل شيء يتشحر مع بعض. هنا هزيت الزعفران شعرة درته في الماء باش يطلق الفايدة ديالو. غادي ندير عليه الماء باش فوالا كما كتشوفوا درته في الماء باش يطلق. ملي تشحر هاد العطرية مع الدجاج ونزيد هاديك الماء ونخليه يطيب على خاطرو على خاطر خاطرو. وهكا نخلط العطرية مع الدجاج والبصلة ونخليهم يتشحروا. وهنا هزيت اللوز اللي كبيت عليه الماء طيب، وغادي نخليه غادي نرد له باش يتغلي غير شوية، غير تطلع ديك الغليان ديال في الكاسرون ديال، غير يغلي الماء في الكاسرون ونطفي عليه. ملي يبدا يبرد صافي نطفي عليه ونقشرو هكا ونصفيه، نصفي هداك الماء السخون ونحيد ليه الجلدة ديالو ونخليه ينشف شوية ونقليه في الزيت. الزيت تكون باردة، دير واحد المقلاة ندير فيها الزيت تكون باردة. كيما تشوفو هنا الدجاج راه هو شحر، كيتشحر البصلة والدجاج راه بداو كيتشحرو. انا جبت هذاك الماء اللي درت فيه الزعفران الشعراء غادي كبيتو باش يطيب فيه الدجاج. هاد الزعفران الشعراء كيعطي البنة للطياب وصافي. غادي نغطي عليه ونخليه يطيب على خاطرو وندير هذيك الحزمة ديال الربيع بين المعدنوس والقزبر. هنا درت الزيت باش ندير فيها هذاك اللوز، يعني الزيت تكون باردة، ما تكونش ما تسخنش الزيت، تكون باردة باش يجي كاع كلشي محمر. صافي هو دابا الدجاج راه طاب، حيدتو خليتو باش يبرد. وانا غادي نخلي هذيك المرقة حتى تعقد، حتى ما يبقاش فيها ريحة الماء، ونديها ونجيبها ونخليها حتى كاع هذيك الماء ديال حتى هذيك الماء تنشف، حتى تنشف عاد نجيب البيض نجيب البيض وندير فيه. كما كتشوفوها هكا كنديها ونجيبها ونديها فيها ونجيبها حتى مرة نتحرك فيها حتى تنشف هذيك الماء.
هنا نجيب هذاك اللوز اللي محمر، غادي نطحنو مع غادي نطحنو في الطاحونة، ماشي طحينه بزاف، غير غير يكون يجي مهرمش هكا، نخليه هكا ما نطحنش، ندير معاه نطحن معاه السكر باش يجي بنين. ديك الحلاوه اللي غادي ندير في البسطيله غادي تجي ندير نخلطو مع سنيده مطحونه، هذيك العقدة نخلطها بالماء الزهر، شويه بالماء الزهر هذيك العقدة، لكن ما كتشوفوا الصوص راه كان باقي ما نشفت، كنستنى باش تنشف. هنا هزيت 6 البيضات غادي نهرسهم باش نديرهم في هذيك لاصوص ملي تكون ملي تكون ناشفه. هنا راه خصكم الا غادي ديروا خصكم تسرعوا في العمليه، انا سرعت، انا كان بحال دابا انتما الا اللي ما دابا اللي ما تعورش يدير البيضه وحده بوحده، انا درتهم كاملين ولكني زرفت في العمليه، يعني خلطت دغيا دغيا دغيا. وحتى هاد لاصوص حتى هي غادي نخلطها حتى تكون معقده، حتى تكون ناشفه شويه شويه عليها حتى تكون ناشفه. صافي دابا راه بدات كتنشف، غادي نهز هنا شويه الربيع على بين القزبور والمعدس اللي قطعته، دابا راه نشفت بردت هي، حيت هذيك الحزمه اللي درت حيدتها هذيك ما خليتهاش، وصافي راه هي دابا كلشي واجد. راه الدجاج هنا هزيتو اللي فردتو حيدتو من العظامو، ويا فردتو قطعتو بالمس حتى ولا فردات صغار، انا قطعتو هكا بالمس حتى يكون يا هذيك المرصوات اللي فيها الصغار قطعو. هنا هزيت هاد الجبانيه هذه اللي صغيره، نتوما تاخذوا الا عندكم بحال دابا الا عندكم واحد لو سيركل سميتو ولا شي حاجه اللي جبانيه ولا شي حاجه ولا شي طاسه ولا باش تعبروا عليها. هنا هزيت الورقه حطيتها في هاد الجبانيه هذه، وخديت شي قطعات اللي قطعتهم باش نديرهم في الوسط باش ما تقطعش ليا الورقه. وهنا ندير الدجاج وندير عليه هذيك البيض مع المرقه، الدجاج والبصله، عفوا مع البيض والبصله. هنا نعمره، نبدا نعمر بالدجاج، ندير الدجاج وندير ديك الحشوه وندير اللوز وندير ونجمعها وصافي، ونجمع الورقه ديالي. يعني انتم تقدروا تصغروا تقدروا تكبروا اللي ديروا كل واحد على اش ما قد. انا صغرتهم، الا بغيتوا ديروا نتوما واحده كبيره ديروها. صافي ندير هكا وحده الدجاج وحده داك المرق الحشوه، وحده ديال اللوز وحده ديال الدجاج، وعاود ثاني وانا نجمعها. هنا غادي نجمع، عفوا هذيك الورقه راه كنت دهنتها بالزبده، انا غير الورقه ماشي ديال الدار، حنا هنا عندنا هاد الورقه هذه اللي كنشريو، حنا ما عندناش هذيك الورقه اللي كاينه في المغرب. صافي هنا نحاول نجمع، وهنا غادي ندير لها
قلت لها البيض، عفوا الزبدة، كندير لها بالزبدة صافي، راه سهلة. هنا راه شادة واحد ليد كنخدم بيه، واحد كان شادة بالتليفون التليفون باش نصور لكم. غادي نعاود معاكم واحدة اخرى صافي. نستمر في العملية كيما حتى نجي نسالي هذيك الحشوة اللي عندي ولا على البريوات. عفوا بس بصي طلعت ماشي البريوات، عفوا هنا هزيت الورقة ديال البسطيلة اللي قطعتها ودرت لها الزبدة. هنا راه انا غادي نحيدهم قبل ما راه درتهم في الفران وطابو دغيا تحمروا قبل ما تحمر البسطيلة. انا كان عليا باش نديرهم قبل حتى نخليها حتى تحمر تتقريب طيب وتحمر، عاد ندير هذا الورقة كتجي المرضى ديالها زوين. ولكن انا درتهم راه ما انتوا ما ديروش بحالي، خلي حتى تبدا تطيب عاد ديروا هذيك الورقه وصافي. راه انا دابا صافي راه طابت، دخلتها من الفران اللي كان على الدرجه 180 درجه صافي. نقصت عليهم ونقص عليهم حتى يطيبوا على خاطرهم، هكا كيجيو زوينين. كنقول لكم الصحه والراحه، ما تنساوش ديروا لي جيم، ديروا اشتراك، ديروا كومونتير صافي. دابا الفيديو راه وصل للنهايه ديالو، نقول لكم الصحه والراحه بصحه فطوركم. شكرا على المتابعه، شكرا، نقول لكم مع السلامه، بصحه فطوركم، شكرا.